السلام عليكم جينا نجرو ايوا شعلي على كل حال ليسونسيال النشره الجويه الوضعيه الجويه اللي سادت بلادنا خلال هاد الربع ايام اللي فاتوا سخانه طالعه خاصة على عدة مناطق داخلية وين لحقت محلين حتى 30 درجة وهي فوق المعدل الفصلي وهذا عادي على كل حال الانسان ما يقلقش روحه يعني قلت على موظفين هذا يقدر ليه مثلا جايين يدور الحال تعاود تنخفض الحرارة اما يشوفوا الحل كيفاش راح يكون غدوة الصبيحة مع الفجر ان شاء الله وجينا الحال شباب يبقى شباب واش نبالك ويقدر يكون ضباب كما الصبيحه هذه اللي فاتت هذه ضباب كان كاتيف من جهه عنابه من جهه وهران من جهه العاصمه وعده مناطق ساحليه سينو الحال شباب شويه سحابات يجوا من جهه تندوف يدخلوا منا من من المالي ومن موريتانيا ومن الصحراء الغربيه وهذه السحابات من نوع الحالي بعد محتفى عليها الظاهره آه نقدر نقولوا باللي الضباب هذاك يروح في الظاهره والحال يكون شباب من كل مناطق الشماليه حتى الجنوب الكبير باستثناء على هذه المنطقه تاع الجنوب الغربي دائما سحابات من النوع العالي والمتوسط دي دي اللي يصيبهم في هذه المنطقه ينتشروا حتى منطقة الثوره بالشار ويقدروا يلحقوا حتى منطقة غردعيه كذلك زوابع رمليه دائما تنشط على هذه المنطقه تاع الصحراء الوسطى خاصه ولايه ادر منطقه تيميمون وايضا عيصال هذا راجع لرياح محليين شويه قويه على هذه المنطقه درجة الحرارة الصبيحة مع الفجر راه مع الفجر وشني راه راهي كيما البارح 12 13 10 المدن السياحية سا ديبون كيفاش المضرب اللي تكونوا فيه مناطق الداخلية كذلك ما بين ستة من جهة قسنطينة ولا سوق راس تبسة إلى ثمان درجات من جهة تلمسان غليزان معسكر حتى سعيدة كذلك كيما الهضاب العليا مدن الأوراس خنشلة وباتنة باريكا سطيف برج بوريريج العلمة منطقة المدية منطقة الجلفة الشارف أفلو البيض وقت بعيد للخيتر مشريه وعين الصفراء 4 5 درجات منطقه زلفانه وبريان وغرديه 14 كذلك قناتسة وايضا منطقة بشار 14 كذلك نصيبوها في ورقلة وبسكرة وأيضا توغورت وحاسم سعود 16 كل المبني عباس وأيضا كرزاز و 16 نصيبوها في تيميمون وأيضا عين صالح 16 نصيبوها كذلك في الهوغر والتصيري كتمرة وجانت إليزي وعين مناص 22 في أقصى الجنوب بينما تندوف وأيضا حاسم ونير وخارج بلاد 20 درجة بعد الظاهرة الحراره سترتفع نقدر نقولوا عموما من 27 28 محليين على المناطق الداخليه الغربيه وايضا الوسطى حتى البليده من جهه موزايا ولا من جهه واد عيسي بولايه تيزي وزو 24 25 على العاصمه تيبازا وبومرداس 25 26 من بني صفحة الغزوات مرون بوهران وارزو من جهه جيجل 21 هي القاله وايضا سكيك دو عنابه الهضاب العليا 20 21 درجه من سطيف حتى البيض 26 على بشار وغردايه 27 بورقله وايضا حاسم سعود 34 بيتين دوف 38 في اقصى الجنوب كابورس بجي المختار وعين قزام و على الجنوب الشرقي كولايه اليزي منطقه جانت ومنطقه تمرست الملاحه والصيد البحري البحري يبقى طابله لان الريح عموما ضعيف على جميع السواحل الجزائريه ينوض خفيف شرقي خفيفين بريز دو مير خفيفه على كل يا ربي 20 كيلومتر في الساعه لاتجاه تاعو كما قلنا شمالي شرقي في اللارج كذلك يبقى شباب واشن بالكم على الصباح يقدر يكون شويه ضباب مع تحسن الرؤيه وتولي من ربع الى أميال البحريه حبينا هذه الخطره نور لكم واحد المنظر جميل تاع واحد البحيره شويه مالحه من جهه المنيعه المنيعه الكوليا هذه البحيره 7000 قطار وهذه البحيره هي كما يقول لك في الطيور اللي هاجروا من اوروبا لافريقيا يحبسوا في هذه المنطقه باش يجي يجوزوا ايامات يومين ثلاث ايام باش يروحوا شويه لي فورس تاعهم غادي يكملوا لاطافيسي تاع الصحراء الجزائريه باش يروحوا لافريقيا وي هذه الطبيعه تاعنا هذه في المنيعه غدوة إن شاء الله اللي نكونوا آه الخميس 10 أفريل 2014 شروق وغروب السمش هاد العناوين راهي في خدمتكم ما لي غنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته